أعوذ بالله من الشيطان. هناك الله جل وعلا. فبمقدار نقص الإنسان الداعية العالم في العبودية سيكون النقص عندهم في إيصالهم بهذه الغاية. أسئلة حائرة. لماذا لم أؤثر في دعوتي؟ لماذا لم أستجب لأبنائي؟ لماذا لم تطعني زوجتي؟ لماذا لم يطعني أولادي؟ لماذا تلاميذي لم يتأثروا بي؟ في خلل كبير. أين الخلل؟ السبب منه في تقصيرنا في عبادتنا. أنا منشغل بالدعوة يا شيخ، فعاملها متعدي، لذلك عبادتي وصلاتي قليلة. من قال أن الصلاة عمل قاصر؟ بل والله عمل متعدي. عندي دعوة ومحاضرات واستقبال ناس وندوات. هل أنتم أكثر انشغالا من المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ هل أنتم تحملون مسؤولية أكثر من محمد صلى الله عليه وسلم الذي يربي جيل وينشئ أمة ويبلغ رسالة؟ طيب يا شيخ، إذا تعارضت العبادات مع الدعوة والعلم؟ بالعكس، هذه العبادات هي الأساس في الدعوة إلى الله والمقوية على طاعة الله وعلى الدعوة وعلى بث العلم. العبادة الزاد الحقيقي الذي يجد الإنسان بركته مع أولاده، مع زوجته، مع تلاميذه، مع مجتمعه. صدى التقوى بالرياض تقدم. وكانوا لنا عابدين. شيخ الإسلام الذي يقول لو تركت جلسة الضحى من صلاة الفجر إلى الضحى، يقول هذه غدوتي لو تركتها لخارت قواي. عابدون شيخ عبد العزيز بن باز، وسمعنا عن عبادة الشيء العجيب، قالوا رأينا أنه ما فتت صلاة الفجر إلا مرة واحدة. عابدون شيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، قل كم ينام الشيخ؟ قالوا حسبنا بالدقائق كم ينام الشيخ، من 3.5 ساعات إلى 4 ساعات فقط، والباقي دروس وطواف وقراءة القرآن وزيارة التلاميذ وللمسؤولين، يعني 20 ساعة. عابدون قالت يا شيخ إني قد عصيت الله عز وجل معصية عظيمة. فقلت ما هي يا أمة الله؟ قالت إنني تركت الوتر البارحة، فما هي كفارتي في ذلك؟ عابد يقول إن زوجتي لم تترك قيام الليل أبدا حتى ليلة زواجنا، تأذنت وقامت. أثر العبادة. أقول بعد فترة من لزوم الاستغفار أنا وأولادي، فما هي إلا أن مر طريق سيفتح على هذه الأرض، فثمنت الأراضي بالملايين، أصبحنا من أكثر الناس ثراء. أثر العبادة. أصبح ابني أخذ الأول في تحفيظ القرآن على منطقته، بل إن أبنائي كلهم أصبحوا من الصالحين. النفاق. قد يقول قائل مثلا ما علاقتنا بهذا الموضوع؟ يقول ابن أبي مليكة أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه. مشاريع الضرار. قد يبني إنسان مشروع يقول مشروع إسلامي ويكذب، له أهداف بعيدة، تفريق المسلمين، قواعد 4. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله له من قبل. هذه أصول شر والعياذ بالله، أي واحد منها يكفي لهدم هذا المشروع، فكيف إذا اجتمعت في مثل مسجد هذا الضرار؟ مؤتمرات الضرار ما نشارك فيها، أنها فيها هذا الهدف، أما كفر أو تفريق أو إرصاد أو حرب لله ورسوله. المنافقون تجد عبادتهم ضعيفة، تجد أن قراءتهم للقرآن ضعيفة، فتجد صلاتهم ضعيفة، بينما صاحب العبادة والسكينة والخشوع والإنابة. وكانوا لنا عابدين، مجموعة حلقات في 3 أشرطة للدكتور ناصر بن سليمان العمر، المشرف العام على موقع المسلم www.almuslim.net. والآن مع الشريط الثالث. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد أيها الأخوة، فكما تعلمون قد انتهينا في الليالي الماضية مما يتعلق بالعبادة بمعناها الشامل، وبعد أن انتهينا من هذا الموضوع بدأنا بتفريعات فيه، فتحدثت بالأمس عن عبادة القلب، وهي ولا شك من أعظم العبادات، وأعظم العبادات وأعظم عبادات القلب هو التوحيد. فإلا من أتى الله بقلب سليم، أي سليم من الشرك، فهو الإخلاص والتوحيد. ثم ذكرت نوعا من أعظم أيضا عبادات، أقول من أعظم عبادات القلب، وهو العفو. اليوم نأخذ موضوع آخر يتعلق بالعبادات البدنية، وإن كانت أيضا في الوقت نفسه قلبية. غدا كما تعلمون الجمعة، وهذا اليوم يوم عظيم خص الله جل وعلا به هذه الأمة، ولكن الملحوظ أن كثيرا من الناس وكثيرا من المسلمين لا يعرفون عن يوم الجمعة إلا صلاة الجمعة، وهي لا شك هي أعظم شعائر يوم الجمعة، ولكن هذا اليوم في ميزات وخصائص أوصلها بعض العلماء إلى 30 أو 40 ميزة وخصائص.
ولكنني سأحاول اليوم أقتصر على بعضها، وبخاصة ما يعتبر له دليل صحيح، لنبين عظم هذا اليوم، وهو من العبادات، لأننا لا نزلنا في موضوع العبادات، من العبادات العظيمة. يتضح ذلك بإذن الله من خلال ما يأتي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، ولا تقوم الساعة إلا يوم الجمعة، رواه مسلم. خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة. هل نحن فعلا نتعامل مع هذا اليوم ونعظم هذا اليوم بأنه يوم عبادة، لا كما يفهم البعض أنه مجرد يوم إجازة؟ لا، الإجازة ما جاءت إلا لأنه يوم عبادة، فربما البعض انشغلوا عن الأصل بالفرع، وعن السبب أو عن المسبب بالسبب. فأقول لعلنا نقف في هذا الجانب بما يناسب الوقت إن شاء الله، ولن أطيل عليكم، سأنتهي بالساعة 9 كأقصى حد بإذن الله. نجد من ميزات هذا اليوم أيها الأخوة، وليس المقصود الترتيب على الأهمية، لا، لأن الوقت ما أسعفني ساعد في ترتيبها، إنما أذكر كله يتعلق بيوم الجمعة. الميزة الأولى أنه يوم الجمعة يخص صلاة الفجر فيها بألف لام ميم تنزيل، وبها الأتى على الإنسان، هذه مما يخص به الإمام، طبعا يقرأ في صلاة الفجر فيخص به، وهذا يلاحظ. لكن أذكر تنبيهين أو ثلاثة تنبيهات، أن هذا ليس على سبيل الوجوب، لكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يداوم عليها، أي أغلب قراءاته، ولذلك ذكر بعض العلماء أنه لا مانع أن يقطعها أحيانا حتى لا يفهم بعض الناس أنها واجبة، لكن الأصل هو قراءة يوم الجمعة. التنبيه الثاني، ذكر بعض الأخوة أنه يصلي خلف إمام طول السنة ما يقرأ هاتين السورتين أبدا ولا مرة واحدة، وانظروا هذا الخطأ الحقيقة والتفريط العظيم بهذا الفضل. الثالثة، أن البعض يتصور أن القراءة من أجل السجدة، فتجد أنه يأخذ سورة فيها سجدة في صلاة الفجر، وهذا خطأ، ليس هذا هو المقصود بقراءة هاتين السورتين، لكن كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الساعة تقوم يوم الجمعة، وهاتان السورتان الألف ميم تنزيل السجدة وهل أتى، كلها حديث عن يوم القيامة، فكأنه استعداد للإنسان يستعد ليوم القيامة الذي سيكون في مثل هذا اليوم، وليس من أجل السجدة كما ربما يفعل البعض، وهذا تصور خاطئ. فنجد من الميزة كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يثفن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أكثروا من الصلاة علي يوم الجمعة وليلة الجمعة، أخرجه البيهقي. فالإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن يكون دائما، لكن في يوم الجمعة مزيد من الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، وفي ذلك أجر عظيم. من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة. وتلحظ بعض الناس قد يكون عندهم شيء من الجفاء في هذا الموضوع، مع أن هذا من أعظم القربات، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وأذكر قصة جميلة في هذا الموضوع. يقول أحد الإخوان من دولة عربية: كنت أسمع عن أهل هذه البلاد أن عندهم جفا، ما يحبون النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا هذا لا شك افتراء. فيقول: جئت أنا أحمل هذا التصور، يبدو أنه جاء للعمل في هذا البلد بالتدريس بصفة خاصة، وهو طالب علم، أعرف الرجل. يقول: يوم من الأيام في أول قدومه لهذه المدينة التي سأعمل فيها، ذهبت بعد صلاة الفجر، وقد يكون أيضا في يوم الجمعة لأن ما في دوام ذاك اليوم، كانت الأعمال ما في عطلة إلا يوم الجمعة، هذا جاء فيه، حتى الخميس كان في عمل. فيبدو أن بعد صلاة الفجر ذهب لسوق الخضرة ليشتري أغراض. يقول: لما جئت فقام رجل، يقول عامي، شاهد انه عامي، يعني بائع، يعني يسمى دلال او سمسار. يقول: لما وقف كنت انتظر يعني كيف يقول يحرج على ما معه،
فأول شيء قال لا إله إلا الله، صلوا على النبي. كم نقول؟ قلت هذا ولا ما يحبون النبي، يستفتحون يومهم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. لقد والله كذب من اتهمهم بهذه التهمة. تصوروا رجل بسيط دل نافع على البلد كله تهمة، وهذا معروف عندنا، نعرف أنه الفجر فعلت يبدأ أولا صلى الفجر، وأنا سمعتهم كنا صغار ماذا بالسوق يبدأ يقول لا إله إلا الله، أول يبدأ بشهادة التوحيد ثم أشهد أن محمد صلى الله عليه وسلم ثم يبدأ يبيع. فحقيقة الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هو واجب، لكن أيضا له آثاره العظيمة على النفس وعلى الإنسان. ولذلك ورد كما قلت من ذلك ما حتى أن بعض العلماء يعتبر أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الخطبة شرط من شروط الخطبة، بمعنى وهذا في المذهب، يعني لو أنه خطب خطبة لم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فخطبته باطلة، هذا عند بعض الفقهاء. فهذا بيان أهمية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من الميزات الاغتسال فيها، والاغتسال حق وفي روايات واجب، ولكن اختلف العلماء هل غسل يوم الجمعة واجب أو سنة، في خلاف قوي، واحتجوا بأحاديث لقال النبي صلى الله عليه وسلم الغسل يوم الجمعة، هذا حديث أبي سعيد الخدري، واجب على كل محتلم، وفي روايات حق على كل محتلم، ولكن القول الراجح أن واجب بمعنى متأكد، واجب متأكد وليس المقصود بها واجب. وفي أدلة فعل عثمان رضي الله عنه وغيره يدل على أن غسل يوم الجمعة ليس بواجب، ولكنه من آكد الأم، ولا زال بعض العلماء يرون أن الوجوب قول قوي، ولكن عندما نقول يا أخواننا ليس بواجب وإنما متأكد لا يفرق فيه، لكن لا يعني كلمة واجب نؤثم الناس، لا نستطيع أن نؤثم الناس إلا بدليل صحيح صريح، وهذا الحديث فيه احتمالات وفي الصحابة رضوان الله عليهم. ولذلك الالتزام في غسل يوم الجمعة مفضل. أذكر رجل من الأشخاص يقول حرم من صلاة يوم الجمعة عدة سنوات، كان في السجن ما يستطيع يصلي، يقول ما تركت غسل يوم الجمعة حتى في السجن، مع أنه ما يصلي جمعة يصلي ظهر، يقول كل محافظة على هذه السنة والتزام بها. ولذلك أنا ألاحظ أن البعض يفرط في هذه السنة. طيب متى يكون الغسل الصحيح؟ أن الغسل يقول إذا أراد أن يذهب، ما يكون مثل في الليل، قد يكون الإنسان عليه غسل في الليل واجب يقول هل يكفي؟ لا، الصحيح أن يكون غسل للجمعة، يعني بعد صلاة الفجر، يرون أنه بعد صلاة الفجر، فهذا أيضا من ميزات يوم الجمعة. أيضا التطيب والسواك، التطيب والسواك مع أنه مندوب له في كل وقت يتأكد في يوم الجمعة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، وأن يستنى ويمس من الطيب إن وجد، وأن يمس من طيبه. أيضا من ميزاتها التبكير للصلاة، وهذا ورد فيها فضل عظيم جدا، أن من جاء الساعة الأولى كأنما قدم بدنه، ومن جاء في الساعة الثانية فكأنما قدم بقرة، ومن جاء في الساعة الثالثة فكأنما قدم كبشة، ومن جاء في الساعة الرابعة فكأنما قدم دجاجة، ومن جاء في الساعة الخامسة فكأنما قدم بيضة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا اختلف العلماء متى تبدأ الساعات، هل من صلاة الفجر أو غير ذلك، في خلاف طويل لا يتسع الوقت للتفصيل فيه، ولكن الصحيح الذي ترجح لديه أنه ليس من صلاة الفجر، وإنما بعد ارتفاع الشمس يقسم الوقت فيكون حسب التبكير. ويلحظ الآن في بعض المساجد يدخل الإمام والصف الأول والثاني مكتمل، تتصور أحياناً أن المسجد جماعة قليل، لكن تفاجأ ما ينتهي الإمام من الخطبة إلا الناس قد وصلوا إلى الأبواب، مع أن فعلاً والله يدخل الإمام، ومراراً أرى في عدد من المساجد الصف الأول أو الثاني مكتمل. أين الناس يا أخوان؟ وهي كلها. والعجيب أنه بعد أن يسلم الإمام ما تنتظر 10 دقائق وفي المسجد واحد، يعني هذا حقيقة ليس احترام لهذه الصلاة ولا تعظيم لهذه الصلاة، فالتبكير فيه أجر عظيم جدا. مع أننا من باب العدل أن أقول بدأنا نلمس الآن أمر خير جدا وطيب جدا، يعني هذا ما كنا نراه سابقا إلا يمكن قبل 40 سنة، كان كبار السن أذكر يأتون بعد صلاة الفجر للمسجد، لكن الآن في مسجد، وأذكر لكم مسجد واحد، مسجد الراجحي، الآن بعد صلاة الفجر مباشرة يبدأ الناس يأخذ الوحلات، يبقون من صلاة الفجر. وشهدت أنا ورآه بعض الإخوان، ما أقول شهدت أنني ذهبت بعد صلاة الفجر، لا، إنما ذكروا لي الشباب أنهم جاءوا من صلاة الفجر، وذكر لي الإمام إمام المسجد أنهم من صلاة الفجر يأخذون محلاتهم، ما يخرجون إلا لوضوء أو غيره، وهذه والله ما في شك هكذا كان السلف رضوان الله عليهم. ولذلك التبكير
وقراءة القرآن، حتى أن بعض العلماء، وقد ذكرت فيما ذكرت عن بعض العلماء، أنه بدأ بالفاتحة بعد الفجر وما دخل الإمام إلا وقد ختم القرآن. وأذكر شابا من الشباب يقول ما جئت مبكر، يعني جاء في الضحى كما يذكر، يقول ما دخل الإمام إلا وقد قرأ 15 جزءا. التبكير وقراءة القرآن واستمرار الصلاة، كل هذا من ميزات يوم الجمعة. أيضا الإنصات، من ميزات الإنصات للخطبة، من تكلم فقد لغى ومن لغى فلا جمعة له. وحقيقة هذه لفتة للأئمة، من أعظم ما عني به الإسلام تهيئة المصلين لخطبة الإمام. فتجد أنه يأتي متنظف ويأتي متطيب ويلبس أحسن الثياب ويجلس يأمره الشرع بالإنصات، كل هذا يهيئه. وغالبا بالنسبة لواقعنا أنه وأغلب بلاد المسلمين إجازة، فيكون الإنسان أيضا ليس متعبا. لكنك أحيانا تفاجأ ببعض الأئمة هداهم الله لا يعطون هذا الأمر قدره، لا يحضر الخطبة، لا يستعد لها. وأين الناس؟ الناس ينتظرونك، وقد جاءوا بعض من الصباح وهيأهم الشرع، ومن تكلم فقد، ومن مس الحصى فقد لغى، ومن قال لأخيه انصت أو اسكت فلا جمعة له، كل تهيئة لسماع الخطبة. خذوا أمثلة، يحدثنا أحد الإخوة يقول يوم من الأيام ركبت مع خطيب جمعة، قال إيش رأيك اليوم تكون الخطبة عنه؟ يقول ذهبي لصلاة الجمعة له. قلت إيش رأيك تكون الخطبة عن يوم عن مدينة النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال والله فعلا موضوع مناسب، تصور ما معه شيء الآن، والله لو كان من أعلم الناس إلا أن يشاء الله. يقول فعلا صعد على المنبر فبدأ أتكلم، فتكلم عن فضل مكة. يقول لما طلعنا قلت ما اتفقت أنك تتكلم عن فضل المدينة؟ قال لي والله بس لما صعدت على المنبر وجدت ما أطلع أبدأ بالمدينة وأنا ما بدأت في مكة. تصور واحد ما نبه حدد الموضوع له على جالس على الكرسي، ماذا سيقول للناس؟ واحد آخر من الإخوان يحدثني بنفسه يقول أنا حاضر، يقول جاء إمام يصلي. يقول ذاك اليوم كان أكرمكم الله مركب بلاط جديد للسيراميك للمسجد، يقول فافتتح الخطبة بكلمات ثم قال يا أخوان السيراميك ما يناسب قد يسقط في بعض الناس، ثم انتقل موضوع الزكاة، هذه خطبة الجمعة. يعني حقيقة تساهل بعض الأئمة في موضوع الخطبة، والشرع قد هيئ الإنسان، جايك متهيئ، قد شبع من النوم، اغتسل، متطيب، كل آذان ليسمع ماذا تقول، ثم يفاجأ بعض الناس. أذكر مسجد كان بعيد منطقة ما أريد أشير إليها، صلينا فيه، هذا كلام قبل 30 سنة، فيقرأ في كتاب أصفر معه الإمام، فإذا هو يدعو للسلطان ابن السلطان أحد الخلفاء السابقين. أي نعم، ماتوا هلكت وانتهت دولتهم، هذا جزاه الله خير وجد هذا الكتاب وفتحه ويقرأ على الناس. أي نعم، من السلطان ابن السلطان فلان ابن فلان، يعني متوفي له قبل 700 سنة 800 سنة. حقيقة تعجب أحيانا من تساهل بعض الأمة، ولا أعمم الحكم، لكن فعلا هذه الخطبة خطبة عظيمة جدا وفرصة عظيمة جدا، والناس يأتون ينتظرون ماذا فيها. ولذلك لاحظوا كره بعض العلماء أن يكون أي حديث بعد، يعني حلق علم، كله تهيئة لسماع الخطبة، ولكن بعض الأمة هداهم الله يتساهلون في هذا الجانب العظيم، وهو مهم أنبه إليه. أيضا من فضل يوم الجمعة قراءة سورة الكهف، وقد وردت فيها أحاديث ضعيفة، ولكن من أصح ما ورد، وهذا حديث حسنه الألباني رحمه الله وصححه مرة أخرى، من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين. من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له ما بين الجمعتين، يكون نور لك وفرقان وبيان. وهذا بالمناسبة ليس خاصا في الرجال، بعض الأخوات تسأل، نقول حتى النساء. لكن أيضا أنبه لمن تنبيه آخر بهذا الجانب، صلاة الجمعة، صلاة الجمعة ليست خاصة بالرجال، صحيح أنها لا تجب على النساء، لكن يستحب للمرأة أن تحضر الخطبة، يستحب أن تصلي إذا كان المسجد مهيئ، والحمد لله أنا عدد من المساجد مهيئة للنساء، نعم، وفي مساجد كثيرة مهيئة للنساء، فبإمكان الأخت أن تحضر وتسمع الخطبة. وبعض الأخوات من الخير وحرص على الدعاء عجيب، أمس أرسلت إحدى الأخوات رسالة تقول أنا في الحداد، فهل يجوز لي أحضر الختمة لأحظى بدعوة المسلمين؟ طب بيّنت لها أنه لا يجوز، يعني صحيح لا تخرج المرأة إلا بضرورة المحادة، أما هذا ليس ضرورة، وتؤجر إن شاء الله على نيتها، لكن هذه المرأة من حرصها وهي محادة في الحداد يعني، فكذلك تحرص الأخوات. ثم بعض الأخوات الآن عمرها 40 سنة يمكن 50 سنة، تقول لها هل صليت يوم من الأيام جمعة؟ قد تقول لك لا والله ما صليت، حتى في الحرم في مكة
يذهبون للعمرة وما تحضر يوم الجمعة الصلاة. تتصور أنه صحيح ليس بواجب، لكن فضل عظيم إذا حضرت هذه الصلاة. أيضا مما تتميز بيوم الجمعة أنك إذا جئت تبدأ بالصلاة، ما كتب لك حتى لو إلى دخول الإمام، يعني ليس فيها وقت زوال يكره. هذا القول الراجح، قول الشافعي وتؤيده الأدلة، أن الإنسان إذا جاء يصلي ما شاء حتى لو يدخل الإمام، مع أنه قبل دخول الإمام والأئمة الآن يدخلون مع الأذان يعني مع الزوال قبل بربع ساعة وقت نهي في الأيام الأخرى. اختلف العلماء هل هو في يوم الجمعة وقت نهي أو لا. القول الراجح أنه ليس وقت نهي، ومرة أخرى أقول الوقت لا يسعفنا بالتفصيل في هذه المسألة. أيضا من ميزات أن تقرأ في سورة الجمعة والمنافقون أو سبح والعاشية في صلاة الجمعة، وتلاحظ أن بعض الأئمة الآن قليل من يفعل ذلك، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه السور، إما سورة الجمعة والمنافقون أو سبح والغاشية. وأيضا يقع الخطأ الذي أشرت إليه سابقا، بعضهم يأخذ سورة الجمعة يقسمها قسمين، هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما الذي ورد تقرأ بالركعة الأولى الجمعة والركعة الثانية المنافقون أو سبح والثانية الغاشية. أيضا مما ينتبه له أنه لا يجوز السفر بعد النداء الثاني. إذا أذن المؤذن الثاني ليس النداء الأول لا يجوز السفر، ولا يجوز البيع، ولا يجوز عقد النكاح، بل لا ينعقد ممن تجب عليهم الجمعة. هذا ممن تجب عليهم الجمعة، فالبيع لا ينعقد والنكاح لا ينعقد والسفر لا يجوز، إلا في حالة واحدة بالنسبة للسفر. تعرفون اليوم قد يكون إنسان مرتبط بسفر في طائرة وما في إلا هذه الرحلة، وأحيانا فعلا تقلع مع الأذان، هذا يستثنى، استثنى العلماء للضرورة والحاجة الملحة استثنى السفر في ذلك. أما أن يختار الإنسان اختيارا فلا يجوز بعد النداء الثاني. أيضا من أهم ما في يوم الجمعة أيها الأخوان، واسمحوا لي أن أخذت فيها أكثر من غيرها، فيها ساعة لا يوافقها عبد قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه من خير الدنيا والآخرة. اختلف العلماء ما سهل، ورد حديث عن أبي بردة عن أبي موسى أنها من أن يصعد الإمام للمنبر إلى أن يسلم. والقول الثاني وهو ورد عن عبد الله بن سلام وعن جابر والأرجح أنها بعد صلاة العصر إلى مغيب الشمس. وفي حديث أبي هريرة يقللها، يعني قد تكون قبل مغيب الشمس بنص ساعة، وهذا هو الراجح. فالراجح أنها بعد صلاة العصر إلى مغيب الشمس، وآكدها قبيل المغيب بنص ساعة تقريبا أو ثلث ساعة، لأنه أشار بيده يقللها. هذه الساعة لا يوافقها عبد قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه. سمعت في أذني أحد طلاب العلم يقول أنا دوامي فقط، دوامي الدوام عندي نص ساعة فقط في الأسبوع. قال واحد كيف؟ قال ما عندي، فعلا ما عندي وظيفة. قال هذه الساعة لا يتركها إلا يقول لضرورة. يقول والله، يقول ما أذكر سألت الله شيء إلا أعطاني إياه عاجلا أو آجلا. يقول هذا ما رأيته من أمور الدنيا، من أمور الدنيا، فكيف بأمور الآخرة؟ حتى يذكر قصص عجيبة سمعت بعضها منه في رمضان، قضايا يقول والله بعضها ما مر 40 ساعة أو 50 ساعة لتحققت، وهي أشياء عظيمة جدا وفي حياته، لأنه يأتي واثق وصادق الشخص ومؤمن وهو قائم يصلي. ما المقصود قائم يصلي يعني واقف؟ لا، المقصود قائم لما تقول فلان قائم على الأيتام أي معتني به، أي يعني قائم أي قد فرغ وقته لهذه الساعة، سواء كان واقف يصلي أو ينتظر الصلاة، لأن من انتظر الصلاة فهو في صلاة. لكن بعض العلماء يرى أنك إذا جئت أصلا ستصلي تحية المسجد، فهذا يكون تحرص أن يكون فيها الدعاء، ثم بعدها أنت تسلم تنتظر المغرب وتكون في المسجد أيضا قائم يصلي. فنصيحة الأخوة ألا يفرطوا في هذه الساعة. ونظرا لأقوال العلماء أو بعض العلماء أنها من صعود الإمام إلى سلامه، تستثمر هذه الإنسان في السجود وفي الفترات التي لا ندام الإمام يخطب ما تدعو فيها، لكن الفترات التي تقدر تستطيع أن تدعو. لكن قلت هذا القول مرجوح والراجح أنها بعد العصر، فالنصيحة لكل أخ ألا يفرط فيها. وهذه عجيبة هذه الساعة، لكن لا يأتي إنسان يجرب، يأتي بيقين وواثق وصادق. نعم، المرأة ماذا تفعل؟ تأتي بمصلاها تنتظر الصلاة، يعني في بيتها هي تنتظر الصلاة، وما دامت تنتظر الصلاة فهي في صلاة، لأنه اشترط قائم يصلي أن يكون في صلاة، يعني يصلي أو ينتظر الصلاة فهو في صلاة.
هذه الساعة عجيبة، إنني أنصح الأخوة فيها حتى لا يفرط فيها. أيضا لأن الوقت اللي وعدتكم انتهى أو بقي فيه 3 دقائق فقط، أن هذا اليوم هو اليوم الذي ادخره الله لهذه الأمة، كما في الحديث الصحيح: ما طلعت الشمس ولا غربت على يوم خير من يوم الجمعة، هدانا الله له وأضل الناس عنه. فالناس لنا تبع فيه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، فهو لنا ولليهود يوم السبت وللنصارى يوم الأحد، فهم سبقونا زمنا. نقول انت الحديث، أقول فهم سبقونا زمنا ولكن سبقناهم فضلا والحمد لله. أول أيام الأسبوع ليس السبت، أول أيام الأسبوع هو الجمعة، وهو أفضل الأيام، وهذا خص الله به هذه الأمة تكرما منه سبحانه وتعالى، قال فأضلهم عنه وهدانا له، فلا نفرط بهذا اليوم. إذن أيها الأخوة، هذا اليوم عظيم، عظموه وتفرغوا فيه للعبادة، العبادة القلبية والعبادة البدنية، وأكثروا فيه من الصلاة عليه وسلم وقراءة القرآن والطاعات. لكن أنبه لتنبيهين: لا يجوز أن يخص لا ليلة الجمعة ولا يوم الجمعة بعبادة لم ترد، لا تخصوا يوم الجمعة بصيام دون الأيام، ولا تخصوا ليلة الجمعة بصلاة دون غيرها، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لكن من يجوز أن يصوم الإنسان يوما قبله أو يوما بعده، يعني ما يخص، أو إذا كان ممن يصوم يوم ورا يوم، إذا كان محافظ على الصلاة يوم ورا يوم ووافق يوم الجمعة، هنا لا حرج. لكن أن يتعمد يوم الجمعة الصيام فيه لأنه الأفضل، خطأ، بل هذا لا يجوز. وكذلك أن يتعمد، يعني إفراد يوم الجمعة، وكذلك أن يخص ليلة الجمعة بصلاة أو قيام ليل، لا يجوز. لكن لا مانع إذا كان يصلي ليل دائما أن يصلي كما نفعل اليوم، نحن ليس نصلي، لكن هذا لم يكن خاص بيوم الجمعة. أما أن تخص بعبادة لم ترد فلا يجوز. فلننتبه لهذا الأمر. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا إياكم لطاعته. أما بعد أيها الأخوة، فكما تعلمون هذه الليلة هي ليلة 29 من شهر رمضان في عام 27 و400 ألف، وقد تكون الليلة الأخيرة من هذا الشهر الكريم. ولذلك أحببت أن تكون هذه الكلمات هذا اليوم مرتبطة بموضوعنا الأصلي الذي بدأناه في أول هذا العشر، وكانوا لنا عابدين. وهذه الآيات لن أقف معها من ناحية التفسيرية، ولكن من ناحية التدبر وبعض الدلالات لها مما يرتبط بموضوعنا. هذه الآيات هي آخر سورة الفرقان: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. هذه الآيات أيها الأخوة ميزان، مقياس لكل واحد منا، يعرض نفسه عليها ليعلم مقدار التقوى والإيمان والعبادة واتصاف بهذه الصفات، وهي صفات الحقيقة عظيمة جدا. ختم الله بها هذه السورة وهي سورة الفرقان بين الحق والباطل، فكأن أيضا هذه الصفات من انطبقت عليه فإنه يكون فرقان له بين الحق والباطل، أي من أهل الحق، وبمقدار ما يتلبس ببعض الصفات السلبية أو يفقد من الصفات الإيجابية فإنه يفقد من الخير بمقدار ذلك، والإيمان يزيد وينقص. هذه الآيات كما قلت بدأت بقوله تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، فجاءت فيها النفي والإثبات، تجد في هذه الصفات نفي وإثبات. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، هذا إثبات، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، وتجد فيها إثبات ويأتي فيها نفي. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، هذا نفي، فتجد فيها إثبات ونفي، وجمعت أصول الفضائل وأصول الرذائل أيضا جنب الله وإياكم منها. فأيضا نجد أن الصفات الإيجابية بارزة فيها، وهي صفات عظيمة كما أشرت. فتجد مثلا العجيب من هذا الوصف أن الصفات أحياناً ما ننتبه لها، مع صفات الإيمان العظيمة وضدها الشرك والذين لا يدعون مع الله إلى أن آخر، تجد صفة، يعني هذه صفة بارزة، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق بارزة، ولا يزنون بارزة، لكن يمشون على الأرض هونا. هل نحن فعلاً نعتبر أن المشي على الأرض هونا مقياس من مقاييس عباد الرحمن؟ والعجيب أن هذه الصفة، سبحان الله، قضية المشي وردت في القرآن في أكثر الموضع. فتجد مثلا لقمان
عليه السلام يقول لابنه واقصد في مشيك، واقصد في مشيك يعني امشي هونا واغضض من صوتك. وتجد ايضا في سورة الاسراء ولا تمشي في الارض مرحا انك لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا. يعني هذه الصفة السلوكية التي البعض منا لا ينتبه لها هي صفة لها دلالة، لها دلالة على صاحبها. وهذا يجعلني أشير إلى مسألة قد لا تكون مرتبطة بموضوعنا مباشرة لكنها مفيدة للآباء وللمربين وللجميع. ما يسميه البعض بدلالات الصفات أو الأفعال، وقد يطلق عليه البعض ما يسمى بانحراف الزاوية. يعني المشي على الأرض هونا أو الإنسان أسرع لا يعني أنه قد أثم، لكن تدل على عقل صاحبها. يعني هذه بعض الصفات التي عند بعض الناس عادية، نعم لا يلتفت لها، هي تدل على داخل صاحبها. فخذوا مثلا الإمام أحمد يقول لا يترك صلاة الوتر إلا امرؤ سوء. طيب يا إمام، هل صلاة الوتر واجبة؟ يقول لا، ليست واجبة. طيب لماذا وصفنا أنه امرؤ سوء؟ هو ما أراد أن يقول أن الوتر صفة واجبة، لا، هو يقول انظر للذي يترك صلاة الوتر، تابعه، تأكد منه، ستجد أنه امرؤ سوء، لأنه لا يمكن يتركها شخص خير. هو لم يقل صد من هذا المعنى أنه يجب أن تصلي الوتر، لا، أراد أن يقول ما يمكن يترك هذه الصفة وهذا الفعل صلاة الوتر إلا وراء أعمال أخرى. ولذلك الآن تجد من ما يسمونه مكارم الأخلاق أو عكسها دلالات على الرجل. ولهذا بعض الناس يكتشف من تصرفات شخص تصرف يسير، عمل يسير، يكتشف ما وراءه، ويكتشف أن هذا الرجل قد يتصف بالأمانة أو يتصف بالخلق الرفيع أو يتصف بعكس ذلك. مثلا يقول شخص يوم من الأيام جاء ابن جيراننا وسرق من سيارتي 4 قروش، يوم كانت تركونها 4 قروش. يقول فجأت لوالده وقلت له جزاك الله خير، ابنك سرق من سيارتي 4 قروش فقط، وأنا أخشى اليوم يسرق 4 قروش ولا يسرق 4 قروش. هذه الدلالة، لاحظوا ما يسمى انحراف الزاوية، تعطي بعد. قال لا، يعني ضايق بين صدرك من 4 قروش، تفضل خذ ريال. يقول والله ما قصدت لا 4 قروش ولا ريال، أنا قصدت أنبهك لابنك. قال لا لا، بس أنت ضاق صدرك عشان 4 قروش. يقول انتقلت من الحارة، يقول بعد سنوات ليست بالطويلة إذا إعلان في الجريدة عن قتل حرابة، فإذا فيها ابن جارنا هذا، ليش؟ قال سطع على مصرف أو بنك مع من معه وقتلوا حرابة. نعم. فجئت أعزي والدي، قلت ترى ما جيت الآن أتشفى، لكن أقول تذكر يوم نصحتك عن 4 قروش وصل إلى أن أسطع على بنك. قال أنا في حالة ما أحتاج، وجزاك الله خير، وأنا أخطأت عليك وقد أكون عوقبت بهذا الذنب. يقول قلت له لا والله الله يبيحك، لكن يا أخي الكريم انتبه لأولادك، لأن الذي يسرق 4 قروش يسرق ريال، يسرق 100، يسرق 1000، يسرق بنك. هذا اللي يسميه، وليكن الذي يمشون على الأرض هنا هي تدل على صفات أخرى وراءه. وأذكر قصة قديما سمعتها وهي جميلة. شخص جاءه رجل كان يقرض، يعني يبيع الناس بالدين، تاجر. في ذلك الوقت ما كان هناك فنادق ولا غيرها، فلما اتفق معه على أنه سيبيع بضاعة بالدين بالآجل يعني، فقالوا طيب الليلة تبيت عندنا وغدا نكتب إن شاء الله. قال طيب، لأن ما عندهم فنادق. فجاء عنده وشب النار ما شاء الله والحطب، فاحتاج هذا الرجل الضيف إلى أنه لحاجة يوقد منها، فأخذ عود الكبريت معه، كبريت وأوقد حاجة معه. انتهى الرجل ينظر ما قال شيء، نام عنده وأكرمه في الصباح. قال طيب نريد نكتب. قال لا ما عندي شيء. قال وش اللي صار، وش اللي تغير؟ قال أمس النار أمامك وتروح وتوقد عود كبريت، أنا لا أمنك على مالي، لا أتمنك على مالي، لماذا ما أوقدت من النار التي أمامك؟ فالذي يضيع عود كبريت يضيع المال للناس، فرفض أن يقرضه. فإذا بعض الصفات، وهذا أرجو أن يهتم بها الآباء والمربون في أبنائهم وطلابهم، أحيانا كلمة يقولها الإنسان فعلا تكتشف العمق عنده. إيش معنى انحراف الزاوية؟ يعني أحيانا يمكن نصف اثنان هنا كلهم تجاه القبلة، يأتي أحد المهندسين من عنده دقة يقول هذا يصلي للكعبة وهذا يصلي للمدينة،
هو الانحراف بينهم بسيط، لكن بعد مع البعد كل ما يأتي البعد حتى 1000 كيلو توصل هذه إلى المدينة وإلى هذا الأمر. وهذا الحقيقة معاني دقيقة جدا في أسلوب التربية. فلذلك تلاحظ هذه الصفة التي قد لا ينتبه لها البعض والذين يمشون على الأرض هونا، سبحان الله. يعني هل الواحد لو أسرح حرام؟ لا، لكن تدل على عقل الرجل وعلى رزانة الرجل وعلى هدوءه، تدل على صفات كثيرة وراء هذه الصفات. إذن هذا معنى من هذه المعاني. فإذن بعض الصفات الظاهرة، لباس الإنسان، شكل الإنسان، يعني بعض الفقهاء ذكر مثلا الذي يأكل في الشارع لا تقبل شهادته. طيب هل أكل في الشارع حرام؟ لا، ليس حرام، لكن كان في الماضي تعتبر من خوارم المروءة، فيستدلون بها على دلالات ورائح. أما اليوم الله المستعان لو طبق هذا الحكم ما أدري من تقبل شهادته إلا القليل. لكن نتحدث عن صفات المجتمع، أحيانا تكون الأعراف مؤثرة. ننتقل لهذه الصفات مثلا، يقول: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، أي قالوا قولا سديدا. وما أكثر اليوم الجاهلين الذين يخاطبون بالفحش ويخاطبون بالزور فما أحوجنا إلى هذه الصفة حتى نضبط هذه التصرفات. ولذلك يفهم منها أيضا عدم الانشغال بالردود. بعض الناس مبتلى بالجدل وبالراد مردود، ولذلك طلاب العلم يوجه لهم نصيحة خاصة ألا ينساقوا وراء الردود والجدل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا. وإن كنت أنت صاحب حق اتركه. أحد المشايخ يذكر قصة عجيبة جدا، يقول: كنت في السنة الثانية متوسط ولي ابن خال في أولى متوسط. يعني كم عمره أولى متوسط؟ يعني عمره 12 سنة في هذه الحدود، 13 سنة. يقول: فطرق الباب وقت الدرس، يقول: ومن الطرائف أن الذي عندنا مدرس الأدب، فقال: أريد فلان. فغضب مدرس الأدب وتكلم عليه، قال: أن تخرج من درسك وتريد تشغلنا. فغضب غضب شديد. فيقول ابن خالي وعمره 13 سنة واقف ساكت. يقول: لما خلص المدرس من الغضب والكلام قال: جزاك الله خير، وراح. يقول: لما طلع الدرس ذهبت إليه وقلت له: معذرة يعني بالإحراج اللي صار لك، لكن بسألك سؤال. قال: تفضل. قال: ليش ما رديت عليه؟ يعني تكلم عليك كلام شديد ولم تجبه بكلمة. قال حكمة عجيبة، قال: السكوت للأحمق جواب. تصور طالب المتوسط يعلم المدرس الأدب يعني. وفعلا يقول: ازداد غضب المدرس وراح وخلاه ما رد عليه. وإذا خاطبهم الجاهلون سلامة، ما ينشغل بالردود والسفه. وهذه الحكمة التي قلت لكم قبل يومين: عامل الناس بأخلاقك لا بأخلاقهم، حتى تكون أخلاقك مضطردة. لأنك لو تتعامل مع الناس بأخلاقهم، أخلاق الناس مختلفة، منهم الحليم ومنهم الغضوب ومنهم الجاهل ومنهم غير ذلك. فلذلك من صفات الاشتراك: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلامة. فلهذا الانشغال بالردود وخاصة طلاب العلم والجدل يعطل المسيرة. امشي لا تلتفت. ولذلك كلمة لا تلتفت وردت في القرآن وفي السنة، وردت في إساء لوط عليه السلام أنه يحمل أهله ولا يلتفت كما في سورة الحجر. فلاحظوا معنى عدم الالتفات، يعني أن تكون وشاق طريقك. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل علي في خيبر معه الراية قال: لا تلتفت. فالالتفات، ولذلك لا تلاحظون عند الناس، يعني هذا بعد من الصفات السلوكية، يعني كثرة الالتفات هل حرام؟ واحد لو يمشي يكثر الالتفات حرام؟ لكن كلنا يعرف أن هذا ليس متلزم. قال: كل ما يمشي شوي يلتفت، يمشي يلتفت. يؤخذ من صفات أنه ليس ذاك الرزانة. لا تلتفت إلا بمقدار ما ينور لك الطريق. يعني أنت تمشي الآن موصوف لك بيت، قد تلتفت لتتأكد فقط من مسيرتك. أما من يكثر الالتفات فهذا دليل على معنى آخر يعرفه الناس. ولهذا كذلك في العمل، كذلك في الدعوة، كذلك في التربية، كثرة الالتفات والوقوف يعطلك الناس، يصبحون يتحكمون في مسيرتك. ولهذا: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. نجد أيضا: والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. هذه العبادة التي تحدثنا عليها، لكن قد يسأل سائل: شلون يبيتون وهم سجدا وقياما؟ البيتوتة هي النوم، والله سبحانه وتعالى يقول سجدا وقياما. لا، المعنى أنهم يقضون وقت البيتوتة عند غيرهم وهو النوم، يقضونه في السجود بدل أن يناموا في السجود والصلاة والقيام، هذا دأبهم. يأتي سؤال آخر: هل قيام الليل لابد أقوم الليل من أوله إلى آخره؟ يعني هل أنا إذا أردت تحيي هذه الليلة 29 أني ما أنام؟ لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن أفضل الصلاة صلاة داود، صلاة داود عليه السلام، يقوم
ثلث الليل أو سدس الليل ثم ينام نصفه ثم يقوم ثلثا أو العكس، فتجد أنه ليس المقصود أنك كل الليل، لكن لو ارتحت، لكن أغلب الليل الجزء الأكبر من الليل تقضيه في الصلاة، يعتبر الإنسان قام لله جل وعلا. ولهذا بعض الإخوان نتصور أنه مثلا في العشر حتى يدرك قيام الليل أنه ما ينام، لا، تأخذ راحتك لا مانع. لما يقول أحيا الليل لا يعني أحلى الليل أنه ما نام أبدا، إنما أغلب الليل، ودائما الأغلب يطلق على الكل لغة وعرفا في هذا الأمر. ثم هنا نجد من هذه الآيات أيضا والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا، هذه أولا فيها الوسطية، وتجد القرآن عند منهجه يأخذ أمثلة للدلالة على ما وراءها، أي على اعتدالهم وعلى توسطهم في النفقة، ليس هناك إسراف ولا إسراف في القبض كما في سورة الأسرة، ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط، نفس المعنى هنا، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا، هذا يرسم منهج الوسطية في القرآن. ولذلك الذي يستطيع أن يستمر في حياته في عبادته في صلاته هو منهج الوسطية، كما أشرت أكثر من مرة، الاعتدال، عدم المبالغة، عدم الغلو ولا الإفراط. ولذلك الآن حتى في التصرفات، حتى في العقيدة، حتى في الأفعال، شبابنا الذين الآن وصل فيهم درجات بعضهم الغلو والاندفاع، هؤلاء من أسرع الناس يسقطون لأن طريقهم غلط، وكذلك الشباب الذين فرطوا وأهملوا. فالاعتدال في القصد الاعتدال الاعتدال، وكان النبي صلى الله عليه وسلم حتى في مشيه صلى الله عليه وسلم، حتى في ركوبه الناقة يعتدل فيها، في أكله، في شربه، في معاملته، كل حياته توسط صلى الله عليه وسلم. ثم جاء وقال والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. قد يسأل سائل لماذا فقط خص هذه الأشياء؟ ذكر العلماء معنى جميل جدا، أن وهذا يتوافق مع حديث ابن مسعود لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم كبر الكبائر أن تجعل لله ندا وهو خلق، وأن تزاني حليلة جار، وأن تقتل ولدك خافة أن يطعم معك. هذه الثلاث دلالة على أصول، ما هي الأصول؟ هي أصول الشر، إما شبهة أو شهوة أو قوة غضبية. الشرك شبهة تدخل في باب الشبهات، الزنا يدخل في باب الشهوات، القتل يدخل في باب القوة الغضبية. الذي يستطيع أن يوفق في كل الأمور فهذه الثلاث التي ذكرها الله ليست حاصرة، إنما هي أصول الشر. فالشبهات يندرج تحتها شيء عظيم من البلاء وأصحاب البدع والانحراف والضلال، والشهوة هي التي يندرج عليها من المصائب ما لا يعلم إلا الله من أكل الحرام والزنا وغيره والربا إلى غير ذلك. والقوة الغضبية هي التي أيضا يترتب عليها مفاسد عظيمة. إذا ضبط الإنسان هذه الثلاث وحماه الله من الشبهة ومن الشهوة ومن القوة الغضبية أصبحت فعلا متصف بإثبات عباد الرحمن. إذا لما ذكر هذه الثلاث ليست فقط المقصودة لذاتها، لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن مسعود أكبر الكبائر وقال له أن تجعل لله ندا وهو خلقك يعني الشرك، وأن تزاني حليلة جارك يعني زوجة جارك، وأن تقتل ابنك مخافة معك، ليس هي فقط الكبائر. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون في أحاديث أخرى أن الكبائر سبع، وفي بعض الأحاديث أكثر من ذلك، لكن هذه دائما أمثلة تدل على ما وراءها. ولذلك يجب أن ننتبه لهذه أصول الشر، الشبهة والشهوة والقوة الغضبية. قد يكون إنسان أحيانا ما عنده شبهة ولا عنده شهوة، لكن القوة الغضبية قد تؤدي به إلى ماذا؟ تؤدي به إلى القتل، تؤدي به إلى طلاق زوجته، تؤدي به إلى مصائب لا يعلمها إلا الله جل وعلا. فليكن الإنسان من أجل أن يتصف بصفات عباد الرحمن واعيا لهذه الثلاث، هنا ينجو منها بإذن الله. نجد ولا قال والذين لا يشهدون الزور، حقيقة هذه فيها لفتة جميلة. سمعت عدد من طلاب العلم يقول كنا نحسب أن المقصود بهذه الآية وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم ما عد الكبائر قال الشرك بالله وعقوق الوالدين، قال لاحظوا شوفوا اختلف الآن ذكر الأحاديث الدليل أنها ليست على سبيل الحصر، قال الشرك بالله وعقوق الوالدين وقول الزور وشهادة الزور، ألا وقول الزور وشهادة الزور، حتى ما زال النبي صلى الله عليه وسلم يكررها حتى قلنا له ليته سكت. سمعت أقول بعض طلاب العلم يقول عشت سنوات وأنا أفهم المقصود بشهادة الزور هي أن تشهد مثلا لشخص بباطل عند المحكمة ولا عند الجوازات ولا عند جهة حقوقية مثلا أن هذه الأرض له وهي ليست له أو أي شهادة. فإذا ليس هذا هو المقصود، لما قال هنا والذين لا يشهدون الزور ليس هذا هو المقصود، هذا جزء من المقصود. ما الدليل؟ ما قال والذين لا يشهدون بالزور،
نعم. ولا قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا والشهادة بالزور؟ قال يشهدون الزور. ما هو الزور؟ كل منكر زور، وشهادة الزور هو حضوره العلم به، هذه شهادة زور. هذا الذي ما جاء على بالي نحن بعد ذلك والله الحمد لله أنا ما شهدت زور. لا، أنت ما شهدت بالزور، لكنك قد تكون شهدت زور، قد تكون رأيت منكر ولم تغير، قد تكون رأيت باطل تستطيع طبعا أن تغيره ولم تغير، قد تعلم أن هناك منكر في مكان وذهبت إليه بقدميك طائعا مختارا، هذه شهادة زور. فكل منكر زور، كل باطل زور. فهذه الآية عظيمة الحقيقة، تخيف من يسلم منا. ولذلك الاتصاف بصفات عباد الرحمن ليس بالأمر الهين. فإذا لم يقل والذين لا يشهدون بالزور، إنما قال والذين لا يشهدون الزور، وكل منكر كل باطل كله زور. أما الذي لا علاقة لك بإنما حتى يخرج هذا المعنى، قال وإذا مروا باللغو مروا كراما، ليس باختيارك ولا بقصدك، قد تمر عليه من غير قصد، هذا لا تؤاخذ بذلك، لكن عليك أن تقوم بما يجب تجاه هذا الأمر. ولذلك وإذا مروا باللغو مروا كراما، هذا معنى الحقيقة جميل جدا. ما قال والذين لا يمرون باللغو، لأن الإنسان قد يمر مع شارع ويسمع لغو، لكنه تجده كريم، ما يدخل في هذه السفاهات ولا هذا الجهل، وتجده ولو أسيء إليه. الأحنف بن قيس هذا مضرب المثل في الحلم، حقيقة حلمه عجيب جدا وأصبح مضرب المثل. يوم من الأيام لحقه رجل سفيه وبدأ يسبه ويشتمه، ماشي في طريقه ما التفت إليه، ولما قرب من حارتهم وقف، فاستغرب هذا الرجل وهو مستمر في سبه وشتمه، لماذا وقفت؟ قال أكمل، يعني خلص اللي عندك. قال ليش؟ قال أخشى أن تدخل معي إلى الحارة فيراك بعض سفهاء قومنا فيؤذوك. ما قال يراك بعض قومنا، قال أخاف يراك بعض سفهاء قومنا وأنت تسبني فيؤذوك، أنا ما ودي أحد يؤذيك، اللي عندك خلص وبعدين توكل على الله. فأطرق الرجل رأسه وذهب. نعم الحقيقة، فلذلك من يستطيع يملك هذه القوة الغضبية أحيانا، هذا الكلام من أصول الشرع، القوة الغضبية ليست شهوة ولا شبهة، قوة غضبية، من يملك نفسه؟ ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد القوي البطل الذي يملك نفسه عند الغضب، ليس المصارع هذا الذي تجده يغضب لأتفه الأشياء. نعم قد تجد جسمه من أكبر الأجسام لكن عقله عقل عصفور كما يقال. إذن الشديد البطل القوي الشجاع من هو؟ الذي يملك نفسه عند الغضب. هذا أشار له النبي صلى الله عليه وسلم وهي تربية. وإذا مروا باللغو مروا كراما. وتجد في النهاية الخاتمة، أيضا خاتمة الخاتمة هي الإمامة، والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وكأن من صفات الإمامة أيضا أن يتوارث هذا في أبنائه وفي بيته، وهذا الخير. ولذلك تلحظون أن بعض بيوت الأئمة يستمر فيهم الإمامة في أولادهم وعوائلهم، يكون إنسان أحيانا إمام في الكرم، يستمر الكرم. أنتم تعرفون بعض البلاد اشتهرت بالكرم منذ أكثر من 1000 سنة ولا زال أهله يشتهرون بالكرم. تجد بيت يسمى بيت علم يمكن 300 سنة أقل أكثر، وتجد السمة الغالبة على أهل هذا البيت والعائلة العلم. تجد بعض البيوت أو القبائل مشهورة بالشجاعة مثلا، وتجد الصفة الغالبة فيها الشجاعة. تجد في بعض القبائل مشهورة بالنجدة، أنها تنجد يعني اللي يحتاج الإغاثة، ومع ذلك تجدها تستمر في عوائلهم. ولهذا ربطها هنا، والذين يقول ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، من باب اكتمال الإمامة. هنا تكون النتيجة وهذه هي الغاية، أولئك يجزون، أولئك كلهم كل هذه الصفات أسأل الله أن يكون منهم، يجزون الغرفة بما صبروا، يعني الجنة التي سمعنا هذه الآيات العجيبة. ماذا بعد هذا الكلام والله يا أخوان، سواء في سورة الرحمن ولا سورة الواقعة، يعني حديث عجيب، حديث الرحمن يحدثنا عما في الجنان. أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما جزاء وفاقا، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا إياكم لطاعته. أما بعد أيها الأخوة، فنحمد الله جل وعلا أن أكرمنا بإتمام هذا الشهر، وأكرمنا بهذا اليوم وهو اليوم 30 الذي سيكون متماً لشهر رمضان المبارك، وهو فرصة في الحقيقة للوقوف مع النفس والتأمل والعودة إلى الله جل وعلا واستدراك ما فات. وفي هذه الحلقة أختم هذه الحلقات التي بدأناها من أول العشر بعنوان وكانوا لنا عابدين. وقبل أن أبدأ فيها وأبين لماذا أخترت هذا الموضوع،
أشير إلى أن بعض الأخوة سألني البارحة فيما يتعلق بالمشي يمشون على الأرض هونا، وذكرت آية الإسراء وآية لقمان واقصد في مشيك ولا تمشي في الأرض مرحا، وقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمشي مسرعا وكان عمر كذلك رضي الله تعالى عنه، فكيف نجمع بين الأمرين؟ الجواب سهل ويسير، مشي الناس يختلف، طبيعة الناس المشي تختلف، المهم أن يمشي الإنسان على طبيعته لا يتعمد الإسراع ولا الإبطاء، لأنه لا يمكن قطعا أن يخالف النبي صلى الله عليه وسلم أمر الله جل وعلا، هذه بدهية من البدهيات. نعم. وثانيا النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول إذا أتيتم الصلاة فامشوا بسكينة ووقار، وفي رواية أخرى ولا تسرعوا، من المستحيل أيضا أن يخالف ذلك ويسرع النبي صلى الله عليه وسلم، لكن طبيعة مشيه هي هكذا فليست متكلفة، وحتى كأنه يتحدر من جبل صلى الله عليه وسلم، وكذلك عمر هكذا كانت طبيعة، قالوا يمشي كأنه راكب، فالمقصود هو المشي غير المتكلف، ليس فيه خيلاء، ليس فيه كبر، ليس فيه خفة، ليس فيه استعجال، هذا هو المراد. ومع ذلك لا نشك أن تجد الناس يمشون في الشارع سواء، ومع ذلك بعضهم يسبق بعضا لا قصدا وإنما طبيعة. فهذا إيضاح إزالة الإشكال الذي علق بذهن بعض الأخوة، فيكون المشي معتدل ليس فيه كبر ولا خيلاء ولا ضعف ولا هوان، لأن عمر رضي الله عنه كان إذا رأى الإنسان الذي يمشي وهو قد طأطأ رأسه قال ارفع رأسك لا تمت علينا ديننا، يعني كن عزيز فقد أعزك الله. فهذا هو المراد، هو الاعتدال والتوسط في كل شيء، حتى في المشي، حتى في الأكل، في الشرب، في النفس إلى غيره. موضوع اليوم أيها الأخوة حقيقة موضوع مهم وطويل، ولا أكتمكم أنني ترددت كثيرا في طرحه لأنه يحتاج مزيد من الوقت، ولكن طرحته لسببين، أولا أن الوقت معنا والحمد لله وباقي معنا ولن أزيد عن الساعة 9 بإذن الله كالعادة، ثانيا أنه حقيقة الموضوع مهم جدا ومرتبط في موضوع العبادة، وهو حديث عن المنافقين، لأن المنافقين خواء قلوبهم خاوية والعياذ بالله، ولذلك قد يصلون يصومون، بل هم يصومون ويصلون ويحجون، لكنه في الحقيقة بعضهم كافر، وتختلف أنواع النفاق من اعتقادي وعملي. فلماذا طرحت؟ قد يقول قائل مثلا ما علاقة بالعبادة، أو بعبارة أدق ما علاقة بهذا الموضوع؟ يقول ابن أبي مليكة أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكأننا في أمن من النفاق. عمر رضي الله عنه، ومن هو عمر؟ الرجل الثاني في هذه الأمة بعد أبي بكر رضي الله تعالى عنه، والخليفة الراشد الذي مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو راض عنه وقد بشره بالجنة، يأتي لحذيفة يقول يا حذيفة هل عد النبي صلى الله عليه وسلم من المنافقين؟ عمر ما يمثل هنا، يسأل حقيقة من الخوف والوجل، ولذلك بلغوا هذه الدرجة العالية من الإيمان، فيقول له حذيفة رضي الله عنه لا لم يعدك من المنافقين ولن أخبر أحدا بعدك، لأنه أمي سر النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كان عمر هو الخليفة في ذلك الوقت، وأجد أبو حذيفة رضي الله عنه يصعب أن نرده، فاجتهد في هذه المسألة ولم يخبر أحدا سواه، لأن القائمة يعني ما يمكن نقول قائمة السوداء، قائمة المنافقين عند حذيفة رضي الله تعالى، لم يخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم إلا حذيفة لحكمة يعلمها الله جل وعلا. إذن فيجب أن نخاف من النفاق. الموضوع اليوم ليس كله عن النفاق والمنافقين، هذا موضوع طويل ويحتاج إلى جلسات ودروس، لكن جانب معين نحتاجه اليوم، يقول الله، وهو أيضا من باب تدبر القرآن. وبالمناسبة سألني بالمناسبة هذا اليوم وقبل اليوم عدد من الأخوة يسألوني من نجات، بماذا توصينا؟ قلت أوصيكم بكتاب الله جل وعلا، وهذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم، وأوصيكم به أي بتدبره ليس فقط بتلاوته، لأن الله جل وعلا يقول عن اليهود ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون، أي تلاوة، فقد يتلونه، فهناك ناس يتلون القرآن، لكن كما قال كم قارئ للقرآن والقرآن يلعنه. العبرة بالتدبر وبفهم هذه المعاني وبالخشوع، فلذلك سيكون وقفتنا كما قلت بهذه الدقائق الباقية بإذن الله المتاحة عن آيات مرت معنا في سورة براءة، والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى
والله يشهد انهم لكاذبون. الآيات، هذه الآيات نزلت في أبو عامر الراهب وهو فاسق، كان منافق من الخزرج، كان متنصرا في الجاهلية، ثم أعلن إسلامه وأخفى كفره من شدة غيظه وبغضه للنبي صلى الله عليه وسلم، قام وبنى مسجد، نعم بمسجد بحجة الإحسان للضعفة والمساكين. تصور واحد منافق يبني مسجد. أمس واحد يسألني من الإخوان، يقول هناك، يقول يعني أوصى أن يسألني كيف تقول مثلا عن الرافضة كذا وكذا وهم يصلون. سبحان الله، ما صلى إلا الرافضة، عبد الله بن أبي يصلي، المنافقون يصلون، هذا أبو عامر الراهب ليس فقط يصلي بل يعمر مساجد. تصوروا، يعمر مساجد، يبني مساجد، يعني أراد هذا بداية هذا المشروع لو أقره النبي صلى الله عليه وسلم. ثم زيادة على هذا، ما اكتفى ببناء المسجد، طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يفتتحه، أن يأتي ويصلي فيه حتى يعطيه إقرار وشرعية، ووافق النبي صلى الله عليه وسلم حتى نزل الوحي لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. لا، أخبره الله جل وعلا بكيد هذا المنافق وحيلة هذا المنافق. وهذا المسجد الذي ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ قام بهدمه، أمر بهدمه وإحراقه صلى الله عليه وسلم. طيب يهدم مسجد؟ نعم يهدم مسجد، إذا كان مسجد لم يؤسس للتقوى، أسس للتفريق والفرقة بين المسلمين، يهدم، ولماذا لا يهدم؟ فهذه قضايا الحقيقة معاني عظيمة جدا، لأن بعض الناس يتصور مجرد بناء مسجد خلاص أن الإنسان شهادة له. قد تكون نعم لا شك الأصل شهادة خير لا شك، لكن ننظر الموانع والعواقب. وأيضا هل يهدم مسجد؟ نعم يهدم مسجد إذا كان يسبب الفرقة والخلاف، إذا كان الناس مجتمعون على مسجد وجاء إنسان نعرف أنه بنى مسجد آخر ليفرق الجماعة، هذا يهدم. ولماذا لا يهدم؟ أذكر في قرية من القرى في كهرباء، محطات قديمة قبل الشركة، فاللي أنشأ المحطة ما يدخلها إلا أناس، قام النوع الثاني من الناس بدأ ينشئ محطة لهم، يعني قبائل متفرقة، هذا تفريق بين الناس، اللي يؤدي للتفريق يهدم أو يقضى عليه ولا يجوز أن يبقى حتى لو كان مسجدا. هذا المسجد، مسجد الضرار، أصبح علامة ورمز على مدار التاريخ أن أي شيء ينشأ ظاهرا لخدمة الإسلام وهو في حقيقة حرب للإسلام والمسلمين فهو مسجد الضرار يقال عنه. ولهذا يجب أن يكون المسلمين على حذر وألا يخدعوا ببعض المشاريع الخيرية، ألا يخدعوا بفعل بعض المنافقين. فالمنافقون كما قلت يصومون، يصلون، يحجون، يشاركون في الغزو، يبنون المساجد، ومع ذلك في الدرك الأسفل من النار، ولن تجد لهم نصيرا. قد يبني إنسان مشروع يقول مشروع إسلامي ويكذب، له أهداف بعيدة، تفريق المسلمين، قواعد أربع، والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإبصادا لمن حارب الله ورسوله، هذه أصول شر والعياذ بالله. أي واحد منها يكفي لهدم هذا المشروع، فكيف إذا اجتمعت في مثل مسجد هذا الضرار؟ ولذلك يقول العلماء إن هذه المشاريع التي تتخذ الضرار قد تجتمع فيها الأمور الأربعة التي اجتمعت في مسجد الضرار، وقد يكون فيها واحد منها، ووجود واحد من هذه الأشياء الذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله، أي واحدة منها كافية لهدم هذا المشروع أو عدم المشاركة فيه. كيف؟ ندعى أحيانا لمؤتمرات ما نشارك فيها لأننا نعرف أن مؤتمرات ضرار، أنها فيها هذا الهدف، أما كفر أو تفريق أو إرصاد أو حرب لله ورسوله، فذلك الإنسان لا يجوز له أن يشارك فيها. بعض الناس يتأول أو له مقاصد، لا، يجب أن لا نخدع. يقول عمر رضي الله عنه لست بالخب ولا الخب يخدعني. ولذلك على طلاب العلم والدعاة وغيرهم ألا يخدعوا، بل على المسلمين عموما ألا يخدعوا بمثل هذه المشاريع، ألا يكونوا بسطاء. إذا كان مسجد تنزل في هذه الآيات ويأمر النبي صلى الله عليه وسلم بهدمه وإحراقه، وتنزل آيات تقرأ إلى يوم القيامة، ما بالك إذا كان بدون مسجد. أيضا في هذه المكوى وعلى إصلاح فابشروا، تسلية المؤمن مآله إلى الانهيار والزوال ولو عاش ردحا من الزمن، بنص هذه الآيات. وهذا هو الذي حدث. أيضا مما يعطي أيضا من دلالة هذه الآيات أن مؤسسات المنافقين على مر التاريخ ظاهرها القوة وباطنها الخراب، على شفا جرف انهار فانهار به في نار جهنم. فهكذا مؤسسات المنافقين، قد يظهر منها القوة أو الصلاح أو الخير، ولكن اطمئن فهما مبنية على شفا جرف انهار فسينهار بأصحابها عاجلا وآجلا. نعم،
وهذه من هذه العلامات. أيضا أي مشروع يقيمه في هذه الآيات رسالة للمؤمنين، أي مشروع تقيمه، مسجد أو مشروع دعوي أو غيره أو مدارس خيرية، لا بد أن تقيمها على أسس سليمة وصحيحة وقوية. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان، يعني معناه لا بد المشاريع أن تؤسس على تقوى من الله ورضوان، هذه هي التي تبقى وتدوم. وأذكر أيها الأخوة مشروع لم أسميه، أنشئ منذ الآن بالضبط قرابة 60 سنة إلا قليل، ولا يزال قائم إلى الآن الحمد لله. والله ما أحصي محاولات المنافقين من أجل القضاء عليه، وكلما قلنا انتهى فإذا هو يقوى من جديد، سنوات ومرار. حتى أذكر قبل 30 سنة تقريبا أو يزيد عنوان رئيسي في إحدى الصحف إنهاء هذا المشروع تماما، وفعلا صدرت قرارات لإنهائه، وما هو إلا والله أن يعود أقوى بأضعاف مضاعفة. لماذا؟ لأن الذين أسسوا رحمهم الله كانوا أسسوا على تقوى ورضوان، فكل المحاولات التي حولت للقضاء عليه وإلى اليوم وإلى الآن، الآن عليه مؤامرة كبرى، هذا المشروع عليه مؤامرة كبرى، وأنا واثق بإذن الله أنه سينتصر وسيبقى، لأنه أسس على تقوى من الله، أسس بنية طيبة، الذين أسسوه أرادوا به الخير ونفع الناس والعلم والأمر المعروف والنهي عن المنكر وتخريج العلماء، فكل المحاولات تذهب هدرا. وقلت لكم محاولات مع أنه منذ قرابة 60 سنة لا أستطيع أن يعني أصف القوة محاولات المنافقين، وكان بعضهم له قوة وتأثير، وتصدر القرارات ثم تلغى بجهود يسيرة، لأنه أسس على تقوى. فإذا أسست المشروع على تقوى وخير ورضوان أبشر بالخير، أما إذا كان فيه دخل أو دخن فهنا قد يؤدي إلى النهاية التي لا يريدها صاحبها. أيضا تجد أمثال أصحاب هؤلاء المشاريع المنافقين دائما يسبق الحلف كلامه، نعم ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى، ومع ذلك والله يشهد أنهم لكاذبون، الله يعلم أنهم لكاذبون. فتجد من علامات الشك عندهم والريبة عندهم، لأنهم يعرفون في داخل نفوسهم يخشون أن الناس يدركونه، والناس قد لا يدركونه، فكثير الحلف. ولذلك تجد مثلا عنده بضاعة ضعيفة يكسر الحلف من أجل أن يسوقها، الذي عنده بضاعة الآن قوية وجيدة ما يحتاج حلف، يقول لك يا أخي أنا رغبت البضاعة ولا أتركها تشتريها غير، تجد عنده قوة حتى في كلامه. نجد هذا في الدكاكين في المعارض في أي مكان، اللي بضاعته عزيزة ما يحتاج يحلف، لكن الذي يكسر الحلف هو الذي يريد أن يسوق بضاعته باليمين الكاذب. ولذلك من هؤلاء من الثلاثة الذين لا ينظر الله إليهم من القيام ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، الذي يكسر من الحلف. ليش هو يكسر الحلف؟ ليغطي عيوبها، من أن يغطي رداءتها. ففرق بين القوي والضعيف. فكذلك هذه المشاريع الباطلة تجد أن أصحابها يقسمون أنهم أرادوا الخير وأنهم أرادوا خدمة الإسلام وأنهم والله يعلم إنهم لكاذبون، الله يشهد إنهم لكاذبون. فهذه قرينة وعلامة من علامات مشاريعهم وغيرها. أيضا فيه ناحية مهمة جدا، هذا المسجد الذي بناه المنافقون، لو جئنا ببعض المهندسين وبعضهم معنا الآن أقول لمثل هذه المشاريع بناها مثل غيرها، يمكن الصبها والناحية المعمارية يمكن أحسن من غيرها، لكن مع ذلك يقول هذا على شفا جرف انهار. هذا دليل على تأثير النيات بالمحسوسات، هو بناء محسوس لكن لأن النية خربانة، لأن النية فاسدة فهو مشروع فاسد مآله إلى الزوال، بينما من ناحية المعمارية ربما مثل غيره. فإذا النيات تؤثر في المحسوسات، تجد الإنسان في الصف الواحد بين صلاة إنسان وآخر ما بين المشرق والمغرب، وربما لو وقف واحد أمامهم أو يرقبهم ما لاحظ فرق الصلاة، بل ربما يلحظ أن بعضهم أحسن من بعض، وقد يكون هذا الذي أحسن ظاهرا هو صلاته باطلة. الفرق النية، صلى المصلي لأمر كان يطلبه ولما انقضى لا صلى ولا صام. نعم النيات مؤثرة في المحسوسات، ولهذا ناحية مهمة، فيتراعى ويراعي كل واحد منا هذا الأمر. في وابن سعدي رحمه الله يقول قاعدة: تأثير النيات على البقاع والأماكن، النيات تؤثر على البقاع والأماكن، فيراعى هذا.
في أعمالنا، في مشاريعنا، في أمورنا، في حياتنا. أيضا التفريق بين الصفوف بين المسلمين من أهداف المنافقين والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين. فمن صفات المنافقين أنهم يفرقون بين المؤمنين، ولكن تجد الناس يجمعون على أن ديدنهم التفريق، يفرقون بين الدعاة بين طلاب العلم، يحذبون الناس. والله أذكر في هذا رمضان جاءني أحد الأخوة يقول ذهبت إلى جزيرة في وسط البحر، ما أدري أي بحر، أقرب الساحل لها أكثر من 1000 كيلو أقرب ساحل، ويأخذون تأشيرات من الحج من أفريقيا الجنوبية مسافة 6000 كيلو أقرب نقطة لها. فذهب إليه يقول وجدت فيها مسلمين، نسبة المسلمين 20%، يقولون نحن على خير وأمان، والمسلمون كلمتهم طيبة، ولو وجد بعض الخلافات في مسائل وكلمتهم متحدة ضد الكفار لأن نسبتهم 20. يقول حتى جاءنا 4 أشخاص من هؤلاء الذين ديدنهم التفريق ففرقوا المسلمين. يقول ونحن منذ 10 سنين والله ما نعرف هذه الفرقة. بدأ التبديع وبدأ الكلام الذي ليس صحيح، لو كان صحيح ما عندنا إشكال، لا شك المبتدع مبتدع والكافر كافر والفاسق فاسق، ما نجادل في هذه المسائل، لكن بدأوا يفرقون الصفوف. ونفس الشيء في البرازيل، جاءني برازيلي، أخ برازيلي أسلم، يقول والله كلمتنا في البرازيل بين النصارى تعرفون متحدة، حتى جاءنا هؤلاء وارتد بعض الناس عن الإسلام. إذن وتفريقا بين المؤمنين حتى لو ادعوا الدعاوى. عبد الله بن أبي يقول ناس هذا محمد صلى الله عليه وسلم اتبعوه وهو يكذب. هو أكبر عدو للنبي صلى الله عليه وسلم بأفعاله وأقواله، ليست مسألة دعاوى يا أخوان، فيجب أن نكون على وعي ما هي الأصول. ولهذا الذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين، فمن مشاريع المنافقين هو التفريق بين المؤمنين وتحزيب المؤمنين وتشتيت المؤمنين، وهذا منهج من مناهجهم. سأختصر حتى ألتزم الوقت الذي قلت لكم، إلى الموضوع طويل. أيضا الأماكن التي يشك أو المشاريع، الأماكن أو المشاريع التي يشك في نية أصحابها يبتعد عنها. ولذلك هم أرادوا أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم يصلي معه المسجد ليعطيهم الشرعية في مسجده، فأعطاهم أولا الوعد النبي صلى الله عليه وسلم على أساس أنه مسجد حتى نزل عليه الوحي. فعلى طالب العلم أن ينتبه، إذا كنت في شك بين الأمرين خذ بالأحوال، خذ بالسلامة حتى يتبين لك الأمر. وهكذا منع النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أعطى الموافقة أن يشارك في هذا المسجد، لا تقم فيه أبدا، نهي حاسم جازم لمن؟ لمحمد صلى الله عليه وسلم. الأمور واضحة، ما هناك عبث في هذه الشريعة. أيضا نجد على أهل أنه يجب على أهل الإيمان هدم كل ما في ضرر على الأمة، كل ما في ضرر على الأمة، إما تفريق المؤمنين أو الإرصاد والحرب، لكن يحتاج إلى ضوابط. وهذا ليس لكل أحد، هذا يرجع فيه لأولي العلم لأولي الأمر، لأن المسائل قد تحدث فتنة، قد إنسان إذا أراد أن ينافس ناس اتهمهم باتهامات وهم براء منها كما يحدث من بعض الناس الآن. لا، لكن يقول يجب أسعى أهل الخير عند المسؤولين عند أولي الأمر عند العلماء إذا قامت لهم البينة أن تلغى مثل هذه المشاريع. أيضا المشاريع الإسلامية الحقيقية لا يقيمها إلا من عرف بالصدق والتقوى والبعد عن النفاق. لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم به، هذه من علامات المشاريع الأخيار، تجد فيها الصدق والراحة. يا أخوة الكرام أقول لكم شهادة ولن أسمي، كنت في مجلس يوم من الأيام فتحدث أحد طلاب العلم قال والله أنا أتعجب يا أخوان من بعض المساجد، أصلي في مسجد وأجد انشراح لا يعلم إلا الله، وبعض المساجد نعم أجد في نفسي ضيق. هو يقول أنا ما أريد أسمي حتى لا أحدث مشكلة. فواحد جاء أنا حاضر المجلس هذا، فواحد حاضر المجلس قال أما المسجد اللي تنشرح فيه النفس هو المسجد فلاني، قال والله صدقت. قالوا مثل المسجد اللي تضيق في النفس المسجد الفلاني، قال والله صدقت، وهم والله ما بينهم اتفاق. مسجد موجود، لكن تجد فعلا محاضرات ودروس للتفريق وللحرب وللكلام في العلماء ولفي الدعاة، هذه مهمة محاضرات هذا المسجد وندوات هذا المسجد، بين المسجد الآخر تجد فيه الانشراح وراحة النفس والصدر. نعم، لماذا؟ تشعر أنه أسس على تقوى، بينما تشعر المسجد الآخر ولا نعلم عن النيات، لكن نعرف بعض القائمين عليها أنهم تجد المحاضرات القائمة، حتى بعض العلماء تكلم يوم من الأيام في نفس المسجد، جاء وحضر محاضرة قال أنتم ما وجدتم من الكلام في العلماء الكلام في الدعاة الكلام في الأخيار، يقول في نفس المسجد أحد كبار العلماء يقول هذا الكلام، هذا ليس الدعوة الذي يتكلم فيه حقائق. نعم، فما أحوجنا إلى أن ننتبه لبعض المشاريع وكيف نقيم المشاريع الخير ومشاريع الصلاح ونبتعد عن مشاريع الضرار.
أيضا أهل الباطل لا يستطيعون أن يقيموا مشاريعهم إلا بالمواربة والمخادعة، لأن اللي على باطل لا يريده الناس، فلذلك أساليبهم متنوعة ومتلوية ولا تقف عند حد. أيضا لا بد من أهمية كما أن نقول يجب أن نبتعد عن منابر الضرار ومساجد الضرار ومشاريع الضرار، كذلك أن ندعم مشاريع الخير والإصلاح والمؤسسات الخيرية. فأيضا التعبير برجال والرجولة والشجاعة والبطولة، نعم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين، وهذه وردت في القرآن هذا اللفظ الرجال في مواضع عدة. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، نعم وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، نعم مساجد تذكر فيها أصبح رجال لا تلهيهم تجارة ولا البيع. فلفظ الرجل معناه صفات الكمال والرجول. الآن لو واحد جاء يسألك عن فلان قلت له رجال، ايش يعني؟ هو طبعا ما بيسألك ذكر ولا أنثى، هو يعرف أن ذكر، لكن تقصد رجال صفات الكمال والمدح والثناء. فهكذا جاء السياق في القرآن لم يقول رجال لا تلهيهم تجارة، فيه رجال وجاء رجل، فهذه صفة مدح وثناء تكررت في القرآن الكريم. أيضا أقف عند هذا الحد أيها الأخوة لأن الوقت انتهى، من النقاط الباقية وإن كانت مهمة أتركها إن شاء الله لعل يصل لقاءات أخرى. فأقول أحبتي الكرام، هؤلاء المنافقون قلوبهم خواء من العبادة، ولذلك لاحظ وتأمل صفات بعض هؤلاء، ستجد عبادتهم ضعيفة، تجد أن قراءتهم للقرآن ضعيفة، ستجد صلاتهم ضعيفة، هذا حقيقة. بينما صاحب العبادة والسكينة والخشوع والإنابة هو الذي فعلا ويطرد على هذا الأمر هو الذي يرجى له الخير. أخوتي الكرام، بهذا اللقاء نختم هذه اللقاءات المباركة في هذا الشهر الكريم، أسأل الله جل وعلا يجعلها مباركة وأن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، ونحمد الله الذي أتم لنا هذا الشهر، ونسأله أن يتقبله منا، يتقبل من الصيام والقيام، وأن يجعلنا ممن نوفق لليلة القدر، ونتجاوز عن أخطائنا وذنوبنا. وفرصة عظيمة ما بعد هذا الشهر من مواصلة العبادة، مواصلة الصلاة، مواصلة الصيام، صيام الست، ونلتقي بإذن على كل خير. وكلمة أهمس بها في إذن كل آخر، بل أصرح أن تسامحوني إن كنت قصرت في حقكم أو أخطأت في حقكم أو في حق أي واحد منكم. وكذلك أطلب من كل واحد منا يسامح أخاه، يسامح نفسه، يسامح زوجته، أولاده، إخوانه. نقبل على هذا العيد بعيد حقيقي والنفوس سليمة. كلكم بعد غد بإذن الله ستلبسون أحسن ما لديكم من ثياب، وهذا مطلوب. فكذلك اجعل القلوب أبيض من الثياب بإذن الله، ولا يكون هذا إلا بندع ما فيها من الغل أو الحقد أو الحسد أو البغضاء أو الشنآن بينكم وبين إخوانكم. ادخلوا على بيوتكم الآن بابتسامة، من كان بينه وبين أهله شيء فليصافح وليعفو، فليصفح وليعفو، وستجدون الراحة العاجلة غير ما وعدكم الله به جل وعلا من الثواب الآجل. أسأل الله، وهذا بإذن الله من علامات القبول، أقول هذا من علامات القبول بإذن الله، لأنه قالوا كيف نعرف أن قبلت الحسنة؟ هو عمل الحسنة بعدها. ومن أقوى الحسنات هو الصفح والعفو وإشاعة هذا في بيوتنا ومنازلنا وعوائلنا ومجتمعنا وأعيادنا. اذهبوا لمن لم يعايدكم عايدوه، كلموه، لا تنتظر حتى يأتي إليك. ليس الواصل بالمكافئ، إن عايدك عايدته وإن قطعك قطعته، لا، إنما أنت تصله وتتصل به وترسل له الهدية، والهدية تسل السخيمة أيها الأحبة وتشيع المحبة بين الجميع. من منا أعد هدية لزوجته في هذا العيد؟ أي زوجة أعدت هدية لزوجها؟ كأن هذا أمر طبيعي، لا، نعد البعيد ونترك القريب. من منا أعد هدية لأولاده؟ من منا أعد هدية لأبيه، لجاره، لقريبه؟ ولو كانت رمزية. الناس الحمد لله كثير منهم قد لا يحتاج إلى جانب المالي، ما أقول كلهم، لكن نحتاج إلى كلمة طيبة، ابتسامة، شعور بالمحبة، شعور بأنك تعرفه، بأنك تدركه، برسالة جوال. هذا ما أقوله، وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.